طبعا مشاهدينا، بالفعل رياضة البايكرز من الرياضات المثيرة للاهتمام، خاصة من نشوف مواكب الدراجات غريبة الشكل تمشي بتنسيق واحد ومنتظم ومرتب بالشارع، يقودها مجاميع من الهواة بملابسهم الجلدية ذات الطابع الخاص. واليوم شبكة العراق بايكرز بقيادة الكابتن بلال البياتي تعد أحد أقوى الفرق الموجودة بالساحة، مو بس على مستوى عربي وإنما دولي. خلينا نتعرف على هذا العالم مع ضيوفنا أعضاء فريق أربيل بايكرز، الكابتن سرمد قائد الفريق والكابتن فلاح وسارة الأعضاء فيها طبعا. يسعد صباحكم، أهلا بكم. يسعد صباحكم، أهلا بكم، نورتونا، حياكم الله. إن شاء الله طبعا ما شاء الله عليكم، يعني بصراحة احنا متابعين جيدين هالقناة الجميلة. أهلا شكرا بكم، ونحييكم على ما كل ما قدموه. وباسم شبكة عراق بايكرز أحيي كل القائمين على هذا البرنامج الجميل. شكرا لك، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة ان شاء الله. جزيلا. طبعا كابتن سرمداني راح ابلش ويا حضرتك، حابه بالبدايه تحكي لنا عن هذا الفريق وشلون تكون. نعم، طبعا شبكه العراق بايكرز بقياده الاخ والصديق الكبير، هو عراب صراحه، عراب الدراجين العراقيين كابتن بلال، تاسس رسميا سنه 2012. نعم، اي بدايتنا كانت سنه 2010، ويعني انضمينا لوزاره الشباب والرياضه، والحمد لله والشكر نجاح بعد نجاح، الحمد لله قدرنا نوصل رسالة جميلة للمشاهد الكريم، ويعني إن شاء الله مستمرين. إن شاء الله. خلينا نجي على كابتن فلاح اللي ما شاء الله كل مرة تبهرنا بشي عندك، يعني الله يسلمك. فأني منك هيجي قلت كابتن فلاح معقولة كاراتيه دراجات ناريه وبايكرز؟ 3-in-1 بعدين يعني هو قال لا انا مو 3-in-1 انا 4-in-1. ما شاء الله عليك. يسلمك كابتن. شنو الدراجات اللي من ضمن فريقكم، وشنو اصعب نوع، وشنو النوعيات اللي احنا يمكن بس نشوفها كشكل حلو لكن ما نعرف شنو اليه المواصفات الموجوده بها؟ طبعا الدراجات هي نفس مثل السيارات يعني. نعم. احجام. نعم اكيد. الدراجين يعني خصوصا الدراجين اللي يدري الكابتن كذا، احنا عندنا دراجين يعبرون دول، يعني مثلا يجون من اوروبا ضيوف اكثر، يعني قبل فتره اجونا ضيوف، صحيح كابتن؟ صح. اجونا ضيوف من الدنمارك، رجل هو وزوجته عابرين قاره اوروبا كلها اجونا، فيجونها بالتنسيق معنا وكذا. فهاي الدراجات اللي احنا نقتنيها بصراحه هي دراجات اولا غاليه الثمن. نعم. ثانيا شو اسمه، يعني دراجات ضخمه بحيث تتحمل الطرق، يعني مو دراجات عاديه. صحيح. فالاحجام يعني هسه احنا مثلا كابتن سرمد عنده دراجات الجولد وينج او الاجنحه الذهبيه، هاي شيء مشهور هوندا. ستة بيستم، ستة سلندر، يعني شوف أنا هاي سامعتها بالسيارات بس بال أي يعني أي بالدراجات. فإحنا شو اسمه مثلاً سارة تقود دراجة أكبر من دراجتي أنا، ما شاء الله. أي يعني ما شاء الله عليها، ما شاء الله. أي يا مها قليلة. طيب كابتن، هذا السؤال هو موجه لسارة بس أنت راح تساعدنا بالترجمة. حاضر. إنه فريق أربيل، يعني هو هل هو أول خلينا نقول فريق هي تنضم إليه، لو هي عندها هذه الهواية من قبل؟ They ask you, Sarah, when, do you have this habit before our Erbil bikers? Of course, when you start? يعني بدايتها خلينا نقول. Yeah, actually, I've been a biker for almost 7 years. I started like in 2018. Mm-hmm. And actually, my husband taught me how to ride a bike because he is an old school biker. So I taught from him how to ride a bike and how to drive a car even. And I've been in many roads in Erbil, and that was a very best, like, kind of my best experience in my life. And I had a very good journey in Erbil. Yeah. تقول طبعا أنا بديت قبل 7 سنوات أقود الدراجات، ورأسا بديت بالفئات العليا لأن زوجها دراج قديم أيضا وخبير بالدراجات. فهي بدت قبل 7 سنوات، علمها سياقة الدراجة وسياقة السيارة وكل الأمور الباقية، وتقول أنا كلش مستمتعة مع أربيل بايكرز وكثير طلعت معاهم برايدات خارج أربيل. حلو، طبعا كل التوفيق لها. طيب نرجع للأستاذ سرمد. أستاذ سرمد، شنو الروح اللي تجمع الأساس لفريقكم؟ يعني هاي الروح اللي شلون يعني كونتوها وشلون صارت هيك، وشلون مرات تمينا تتفقون على مثلا فد شغلة عندكم أنه تروحون تسووها سوا كفريق؟ نعم طبعا احنا متفقين على هي اللي يجمعنا هي الاله، اكيد اذا كان تايرين او 3 نعم. تايرات تجمعنا بيناتنا، روح مشتركه بيني وبين الاله اللي انا امتلك. اكيد فعلا. فهذه الروح احنا كلنا نمتلكها اصحاب الدراجات، فاحنا من نشوف مثلا فريق جاي مقابلنا بالطريق احنا اثناء مسيرنا، احنا واقفين بمكان نلتقي ببعضاء موجودين مثلا خارج القطر او من داخل القطر،
اكو فد تواصل جميل هسه بين يعني عائله كبيره يعني. عائله كبيره بصراحه. هو اهم شيء دائما فعلاً. بالعمل او بالشغل او بالفرق يكون مثل الاسره راح تصير كلش روح حلوه وتكون اكو تعاون وحتى بالنتائج تكون كلش يعني نتائج غير متوقعه يعني لهذا دائما نقول اذا بكل مكان بكل مؤسسه وبكل شغل يكون مثل روح العائله كلش اكيد روح الفريق فعلاً, فعلا فعلا. وبالنسبه لموضوع التواصل طبعا احنا موجوده اسماءنا كباتن الفرق اللي موجوده بالعراق من الشمال للجنوب موجوده اسماءنا بمواقع على الواتساب يعني طبعا العراق بايكرز هو المكان او الملاذ الوحيد بالعراق المعتمد يعني للرحاله الدراجين اللي يجون اذا كان جاي بايسكل دوليا طبعا لانه الحمد لله وشكرا مثل ما تعرفين يعني العراق هسه صار بوابة جميلة للسياحة فما شاء الله عندنا ضيوف هواية فأثناء تواصلنا على طريق الواتساب نسوي مثلا الجروبات نضيف الأشخاص اللي يريد نطلع وياهم مثلا الرحلة المعينة نعم تستمر يعني حلو. طيب كابتن فلاح حابة شوية تحكي لنا عن رحلاتكم. والله احنا دائما يعني الرحلات الداخلية طبعا اكيد طبعا نطلع لدهوك للمصايف السليمانيه الكذا اخر احنا طلعنا جبل كورك حلو اي كان اكو مهرجان مال الدراجات الجبليه يعني كان مهرجان كلش رائع يعني مهرجان دولي للدراجات الجبليه يعني سباق جبلي فدعينا دعوا كل الفرق كل الدراجين فرحنا بصراحه كانت يعني يعني الوقت كله هذا بالدراجه ما تتعبون هو حلو وهي دراجة عشق يعني يدري الكابتن احنا دراجاتنا يعني حتى النسوان يقولون هاي الضرة مالتنا فعلا يمكن اذا هيك مره يصدق يعني اي فقلت لك يعني هي دراجة عشق يعني احنا يعني يدري كابتن هسه شوفي كابتن ايش مكتوب اصدقاء المرور احنا نمشي على القانون نتجاوز السرعة السيفتي كامل بدون خوض ما نطلع ما ادري شلون قبل ما نطلع ننسق تمام لولا كابتن مع الجهات المعنيه كلها تدري انه هذا فلان رايد طالع كذا حتى المرور يرتبون لنا الامور وكذا وهذا اي حلو. فاحنا نشدد على انه يكون الدراج هو عنصر ايجابي بالمجتمع يعني أي. حلو نعم. طبعا هسه نرجع لساره كابتن ساره حتى همنا نسالها نقول شنو شعور البايكرز النساء وسط مجموعه البايكرز الرجال. She asked about what you feeling as a woman riders between the all men riders. Well, I feel kind of proud because I feel like I can be a representer like from all the women in both my country and even in Iraq. I can say I feel proud because I know that I have followed my dreams and I made them come true. So. And kind of I feel safety because I know that we are like brothers and sisters and it's not like you feel you're the only woman in the middle of a lot of men's. No, it's not like that. It's all my brothers and I feel completely safety among them. No, it's really nice. Thank you very much for that. طبعا هي تقول أنا أولا كلش فخورة بهاي هوايتي وأنا أحب يعني حتى أمثل كل النساء اللي يحبون هاي الرياضة واللي يريدوها وتقول إحنا من نطلع إحنا يعني أحلى شيء بينا إحنا أخوة وأخوات يعني تقول صح أنا كلش فخورة إنه أنا دا أنافس الرجال بهاي الهواية يعني مثلنا نفس الشيء يعني ما شاء الله عليها ما عندها أي يعني مثلا ما نقول إنه امرأة دا تسوق لا طبيعي مثلنا نفس السرعة نفس الكذا نفس الكفاءة فتقول أنا صح مرات يعني احنا نكون نساء قليلين بنص مجموعه من الرجال بس احنا اخوه واخوات انا احس بالامان المطلق بين الدراجين. حلو نعم طبعا راح نرجع لكابتن سرمت، كابتن سرمت نعم. شنو هي ابعد نقطه وصلتوا لها؟ احنا ما عندنا حدود طبعا هاي وحده بس عندنا ولد من احد اعضائنا نعم. فريق الموصل بايكرز طبعا اوجه له تحياتي من هذا المنبر الجميل الكابتن رامي الحربي ما شاء الله عليه البارحه وصل من المانيا اي يعني هسه احنا بعد نقطه واصليها يعني دراجته طلع من عن طريق تركيا افتر العالم اخذ جوله جميله لمده شهر تقريبا والبارحه الحمد لله وصل بالسلامه هذه ابعد نقطه واصليها حلو طبعا انا حابه اسال كابتن فلاح همينا ارجع احنا ذكرنا يعني سالنا الروح اللي تجمع فريقكم همينا حابه اسال حضرتك ال 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 الروح اللي شنو اكثر شيء يعني يجمع الفريق
يعني بيناتكم صح تروحون ابعد اماكن يمكن تتعبون، لكن اكو هيك انسجام وياكم يمكن ما تحسون بالتعب. مرات نقول احنا نروح الاماكن ويا فريق يمكن المكان ما حلو، لكن الناس هم يحلون الطلعه او الشيء اللي احنا ناويين له. فهم انا حابه اسال حضرتك شنو اكثر شيء تحسه بالفريق انه هيك مخليكم دائما انتم سوا، هيك تجمع هاي الروح الحلوه بيناتكم؟ هو يعني صح انت ذكرتي في الموضوع كلش حلو، انه مو المكان انت ويا من تكون، ويا من تكون اكيد. يعني انا كابتن سرمد احنا حتى عائليا مترابطين، تعرفنا من خلال الفريق. يعني انا من جهه الاربيل مثلا انا دراج مش تعرف كذا مش شلون، قال لي يابا اكو باربيل كذا، هذا حكي قبل سنين يعني. ايه تعرفت عليه، واحنا يعني حتى احنا كنا يعني احنا الدراجين كنا احنا حتى عائليا مترابطين، فانت حكى انه طالعه ويا ويا اهلك وناسك يعني، فتشوفين انه الطلعه بالدراج اولا هي اساسا متعه السياقه، متعه الدراج أكيد. ثانيا انه متعه انه انت مع ناس يعني مريحين وقريبين مرتاحين. إيه؟ طيب اذا في حال اجى شخص ما اعرف، اذا انتم شلون يعني اذا اجى فرد جديد للفريق مالتكم شلون يعني تنسجمون وياه، شلون تعلموا على الطرق الموجوده يعني؟ اول يوم من كتله بعدين علم. ها يعني هيك حلو. اي واحد ندخله دوره تعليميه، دورات نعم، كيف يقود، لانه سياقتنا احنا بالشارع تختلف عن سياقه الفرد وحده من يسوق الدراج يعني. نعم لازم يدخل دوره واختبار ويتعلم على اصول القياده، اذا كان وحده لازم يمثل فريقه. اي فاي شيء يسوي غلط راح مرجحها عليا من مرجحها لنا اكيد فعلا. فاكو موضوع اتطرق الى الكابتن فلاح قبل شويه بالنسبه لعلاقتنا مع المرور العامه ومع جميع الوزارات بصراحه يعني الامنيه بالعراق. احنا من نطلع يعني تعرفين جنابك يعني اقل شيء نطلع 20 دراجه. فال 20 دراجه من نوصل للسيطره او المفرزه او المكان لازم عندنا تنسيق صحيح مع الحكومه، يعني اقل شيء مع قياده عمليات بغداد كمثل اذا كنا ببغداد مثلا. لازم اكو تنسيق، فهذا الشيء يعني حبيت ان انوه عليه، لان هواي ناس يقولون لكم مثلا انتم شلون تطلعون فريق، شلون توصلون السيطره، اي عقوبات او مثلا عفوا اي مشاكل تواجهوها. احنا ما نواجه مشاكل لان احنا فريق رسمي بالضبط، مثل ما قلت لك تابعين وزاره الشباب والرياضه. احنا فريق تطوعي الحمد لله، شاركنا بعده مناسبات من الاعمال الانسانيه طبعا الحمد لله والوطنيه يعني الحمد لله. اخر فعاليه كانت العام مال يوم الطفل العالمي صح. اللي شاركنا بها بمستشفى نانكلي لا محافظتنا الجميله اربيل. الحمد لله قدرنا نرسم يعني الضحكه والبسمه على وجوه الاطفال. هو احنا حتى العفو يعني يحكي الكابتن احنا السياقه مع المجموعه تختلف عن السياقه الفردي. اكيد فهو طبعاً. هذا اللي احنا ندرب به الناس اللي يجون يعني اكيد. عندنا مثلا الدراجين سويبر اللي هو يصير مساعد الرود كابتن، الرود كابتن اللي يقود الفريق. طبعا الفريق يطلع بخطه رسميه وين نوقف وين نحرك وين نمشي وين ناكل وين مثلا نفول البنزين كمثل. وعندنا المساعدين اللي شو يسوون مثلا الفريق، احنا ما نقدر نوقف فريق الدراجات ممنوع يوقف الا بتقاطعات الطرق والترافيك لايت. من يصير عندنا مثلا استداره مقابلنا او شيء احد الاعضاء الموجودين المساعدين يطلع لي قدام يسد الشارع حتى مثلا لا حد يضايقنا بالاستداره او المشي. فحضرتك كابتن انت منور دائما حبيبي، انت المنور والله عز وفخر. طبعا نورتونا، احنا سعيدين جدا بوجودكم ويانا، نتمنى لكم فقيه. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم، شكرا، وفعلا فرحنا باللقاء. شكرا لكم.